مساء الهنا ومساء الفل على كل مشاهدي قناة الصحة والجمال وكل متابعين برنامج تميز وإبداع. النهاردة معايا ومعاكو حلقة كده منفردة بذاتها، هتكلم فيها عن ظاهرة من الظواهر الجديدة اللي ظهرت على الموبايلات والأبليكيشنز، وهي ظاهرة اليوتيوبر ووجود يوتيوبر متعدد. يوتيوبر الشخصية بتكون مميزة، تكون خفيفة على كل المتابعين. كل المتابعين بيبقوا حابين يعرفوا ايه الشخصية دي عن قرب، ايه هي وازاي بدأت وازاي بدأت فكرتها. النهاردة معايا شخصية خفيفة الظل، محبوبة مقبولة، يوتيوبر في مجال الشعر والبشرة، بتهتم بمجال الشعر والبشرة، بتقدم بعض التفاصيل وبعض التركيبات الطبيعية اللي بتفيد البنات والستات. وطبعا انتوا عارفين جمال البنت وجمال الست بيكمن في العناية بالبشرة والشعر، والشعر خصوصا زينة البنت. طبعا كلنا وكل البنات والستات حابين يشوفوا الشخصية دي عن قرب، يعرفوا عنها شوية تفاصيل. الكلام ده كله النهاردة معايا ومعاكم في أول فقرة من الحلقة بتاعتي، يوتيوبر جميلة ورقيقة آية عامر، هتتكلم معايا ومعاكم إزاي بدأت وفكرتها على اليوتيوبر وعلى القناة الخاصة بيها على اليوتيوبر، بدأت إزاي على اليوتيوب بدأت إزاي. وكمان الجزء الثاني من حلقتي معايا مستحضرات تجميل خاصة بشركة جي ام بروفيشنال، العناية بالشعر وكل التلف اللي بيحصل في الشعر الفترة دي بقى دلوقتي مش مقتصر على البنات الكبار وبس، لا ده كمان بقى الأطفال. مستحضرات التجميل اللي معايا النهاردة اللي بتخص الشعر والبشرة مفيدة جدا، وكلها مكونات وزيوت طبيعية بتخلي الشعر يعيد بناؤه تاني، وبتخلي الشعراية تبقى أفضل مما كانت عليه. تابعوني النهارده، هطلع بيكو فاصل ونرجع تاني مع ضيفتي. ورجعت لكم تاني بعد الفاصل مع ضيفتي اللي منوراني النهارده، اليوتيوبر الجميله الرقيقه ايه عامر، اسمحوا لي ارحب بيها. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا دكتوره، منوراني النهارده. منورك حبيبه قلبي. قولي لي بقى، البنات كلها عايزه تعرف اللي بيحبوكي واللي بيتابعوكي، بدات الفكره ازاي؟ طبعا انا بقالي 10 سنين في الموضوع ده، من بدايه ما دخلت الكليه وانا مهتميه بالمجال ده جدا. كلنا كبنات بنحب ان احنا نهتم بنفسنا، فالفكره جات لي من هنا بقى. بدات ان انا اهتم وابدا اعمل وصفات واجرب واشوف، لحد ما بقيت اعمل وصفات كتيره جدا جدا، فقلت ليه ما اعملش قناه على اليوتيوب وابدا افيد بيها البنات. اكتر مشكله بقى بتواجه البنات ايه؟ والله بالنسبه للبشره في حاجات كتير جدا، منها ان هي بشرتها مثلا مش موحده، في حبوب في بشرتها، في مرضو الكلف. نقطة الكلف بقى، يعني دي بتبقى معضلة عند معظم البنات، خليني أعرف منك إيه علاج الكلف عندك؟ بتقدمي للبنات إيه؟ هي ما فيش غير حل، إن هو جوزة الطيب، جوزة الطيب مع زيت اللوز، زيت اللوز المر، لأن طبعًا جوزة الطيب من الحاجات اللي هي فيها كمية مضادات أكسدة بتخلي إن البشرة بتبدأ تحارب الشيخوخة والخطوط الرفيعة اللي بتكون موجودة تحت العين وكمان البقع والكلف. فإحنا بنعمل معلقه من جوزه الطيب مطحونه طبعا، وهنحط عليها معلقه من زيت اللوز المر، وهنحطها على البشره لمده نص ساعه، وهنبدا بقى نسيبها كده لحد ما بعدين نفركها كده بالراحه وبعدين نغسلها. زيت اللوز المر مش الحلو؟ لا مش الحلو. طيب بسيبه على البشره ده يقدر اشوف النتيجه بعد قد ايه وقت؟ لا هو حسب مشكلتها، يعني هو لو عندها الكلف عميق جدا فبياخد وقت. يعني مثلا نقول مثلا لو انا في نسبه كلف بس خفيفه اقدر ان انا احس بالنتيجه ايه؟ لا من اول اسبوعين كده تبدا تحس ان الموضوع بقى ماشي تدريجيا معاها، بيبدا يروح. تمام. يعني لحد اقصى حاجه ممكن شهر تبدا الموضوع يبقى معاها حلو جدا. يبقى نقول التركيبه تاني عشان كل البنات والستات اللي عندهم كلف والمشكله دي بتضايقهم، احنا هنحط جوزة الطيب مفروكه او مبشوره مع زيت اللوز المر، واسيبه نص ساعه على بشرتي وبعد كده ارجع افرك تاني. طيب كده بالنسبه للكلف. طب لو انا بقى اكتر مشكله عايزه اتقلق فيها، اكتر مشكله بتقابل البنات في الشعر؟ هو الشعر في ناس كتير بتطلب حاجات، دايما البنات بتطلبها مني حاجه، شعر عايزه اطوله، شعر عايزه اكثفه. طبعا انا معايا وصفه حلوه جدا، يعني تجيب نتيجه من اول اسبوعين. اول حاجه ان احنا ممكن نجيب حبيبات اللي هي اللي هو ايه الثوم، الثوم طبعا احنا لما بنفرك الثوم حبيبات كده نحطه في ازازه زيت
زيت اللي هو الزيتون. الزيتون، تمام. لما بنحطهم مع بعض كده في كمية، يعني نغطي كده عليهم في زيت برطمان سقاق مثلا او ازاز. ونسيبه حوالي اسبوعين، وبعدين نبدأ بقى ان احنا نستعمله. لو احنا بقى عملنا ديرما بالذات، المنطقة اللي فيها فراغات شعر من قدام، الديرما بتساعد جدا جدا ان احنا لما بنحفز المنطقة دي بيبدأ ان هي يطلع فيها شعر. بنحط بقى الزيت اللي احنا بنحطه في المكان ده، فبيبدأ ان هو يبدأ ينبت الشعرايه في اول من نقول شهر بالتقريبا كده. لكن هو مفعوله قوي جدا جدا، الثوم مع زيت مع زيت الزيتون. الزيتون. تمام. طيب خليني برضو اروح بيكي برضو، انت اكتر حاجه برضو بتقابليها من البنات، اكتر حاجه بتجيب نتيجه معاهم، نتيجه فعاله في البشره، لو مثلا في حبوب الكلام ده كله، ازاي البنوته او الشابه او الانسه تقدر تعالج الحبوب بشكل بخامات موجوده في البيت مش مكلفه تعملها ببشرتها؟ ايه التركيبه اللي انت تقدري تفيدي بيها البنات النهارده؟ برضو جوز الطيب، لان هي طبعا بتحارب اللي هي الندبات والبذور وكمان الرؤوس السوداء. هناخد منها معلقه على معلقه من القرفه على نقطتين من زيت، برضو معلقه من العسل على نقطتين من زيت اللي هو اللي احنا بنقدر ان احنا نعالج بيه، زيت شجره الشاي. هو ده فعال جدا جدا في القضاء على طب الحبوب. بيتجاب منين بقى عشان الناس اللي بتكتب ورانا من دلوقتي؟ العطار، زيت شجره الشاي موجود عند العطار. تمام. طيب البنات بتسرح شعرها، الطريقه الفعاله او الطريقه الصح لتسريحه الشعر، هل اسرح وانا شعري مبلول ازاي، واسرح وانا شعري ناشف ازاي؟ لا، هو احنا عموما الشعر المبلول ده المفروض ان احنا نسيبه شويه لحد ما يبدا هو يبقى ندى متندي، لكن ما ينفعش ان احنا نعمل نسرح شعرنا واحنا شعرنا مبلول. ولازم يكون بمشط خشب، ما ينفعش ان احنا نسرح شعرنا باي مشط تاني، لان المشط اي امشط تانية بتتفاعل مع شعر فبتبدا اصلا تحس ان شعرك بيتساقط. لكن المشط الخشب بالذات يكون سنون واسعه. سنون واسعه. طيب ايه النصيحه النهارده اللي انت تقدري تقدميها للبنات اللي بيكون عندهم فراغات في شعرهم؟ ان هم يبداوا يهتموا بشعرهم، ما يبداش ان احنا نستنى لما المشكله تبدا تكبر عندنا نبدا يعني نهتم. انا بلاحظ ان في بنات سنها صغير بيبقى عندها فراغات في شعرها، شباب سنها صغير عندها فراغات في شعرها، اقدر اعالج الفراغات دي ازاي؟ الحلبه الحصى. الحلبه الحصى. الحلبه الحصى. ايه السر بقى في الحلبه الحصى؟ الحلبه الحصى فيها كميه فيتامينات ومعادن قويه جدا، احنا اصلا لما بنشربها كمشروب كده فيها كمية غذاء. هي من أول أسبوعين برضو هتجيب معاها نتيجة كويسة أيا كان، يعني سواء شاب أو شابة. احنا بنجيب ايه؟ بنجيب الحلبة الحصى، بنجيب معلقتين منها وبننقعها في كوباية مية، نسيبها لحد ما هي يوم كامل أو 8 ساعات، ونبدأ نصفيها وناخد الحبيبات دي ونضربها في الخلاط أو في الكبة، وبعدين نضيف عليها أي نوع زيت أنت بتحبيه، زيت جوز الهند، زيت الزيتون، وبعدين نبدا نحط على الفراغات. وبرده زي ما احنا اتفقنا، الديرما لو استخدمنا الديرما قبل اي نوع زيت احنا بنستخدمه هيجيب معانا نتيجه كويسه جدا، هيفعلي فروه الشعر، هيبدا ينبت ويطلع تستقبل الزيت او الماتيريال اللي انا بحطها عليه. ايوه تمام. طيب خليني بقى اقول لك المجال اللي انت بتقدميه على القناه بتاعتك، عايزين بس نستاذن الكنترول ينزل لنا او منزل لنا دلوقتي على الشاشه رقم التليفون للتواصل مع اليوتيوبر ايه عامر متخصصه في منتجات الشعر والبشره. قولي لي بقى ايه النصايح اللي انت ممكن تديها للبنات النهارده بقى بخبرتك؟ انا بقول لهم لازم على طول تهتموا ببشرتكم وبشعركم، مش لازم ان انت تستنوا يحصل عندك مشكله عشان تبداي تعالجيها. لو انت اهتميتي ببشرتك وعملتي روتين هتفادى كل ده. لو عملتي روتين للشعر وروتين للبشره هتبداي ان انت تحسي خلاص ان الموضوع معاكي، المشكله بدات تتعالج. يعني مثلا هتقولي انا بشرتي حلوه جدا، هقول لك لو انت مهتميه بيها فطبيعي هتلاقي بشرتك حلوه جدا. تمام. اتمنى نكون كل البنات اللي بتسمعنا دلوقتي والستات يكونوا استفادوا من المعلومات اللي الجميله ايه عامر بتقولها لنا. عايزه اتكلم معاكي عن المنتج او المستحضر الطبيعي اللي هتقدمه لنا النهارده تتكلمي عنه. طبعا احنا معانا مستحضرات حلوه جدا من شركه جي ام بروفيشنال. العباره المجموعه عباره عن ايه؟ عباره عن شامبو وبلسم وحمام كريم وسيرم. طبعا المجموعه ممتازه، انا يعني بقالي فتره كبيره جدا بقدمها بستخدمها، وكمان جابت معايا نتيجه كويسه من اول استخدام. المجموعه دي يعني هي بتكمل بعضها، فيها زبده شيا، زيت الارجان، وزيت جوز الهند، وزيت كمان اللوز. طبعا دي كلها حاجات بتقوي بصيلات الشعر، وبتبدا يعني انت عندك مشكله ان شعري هايش وناشف ومقصف، هو بقى
هو يعني الحل الاساسي ده هو ده بيعالج المشكله دي. كلميني بقى عن الشامبو كده الاول، عايزه اعرف منك وكل البنات اللي هتتابعنا وعندها مشكله في شعرها تستخدم شامبو ما فيهوش كيميكال، ما فيهوش صوديوم، ما فيهوش سولفات. كلميني عن الشامبو النهارده بتاعك اللي انت جايه بيه من شركه جي ام بروفيشنال. اولا الشامبو لما احنا بنستخدمه اول حاجه هو بيعمل ايه؟ بيبدا يمتص الزيوت والدهون اللي في فروه الشعر، فبالتالي بتبدا القشره تختفي تدريجيا، يعني كمان بيعالج القشره. اول حاجه بنستخدمها، يعني لما نيجي نقول الروتين او الاستخدام بتاعنا هنستخدمه ازاي، اول حاجه ان احنا هنستخدم الشامبو وهنعمله بطريقه سهله جدا زي اي شامبو احنا بنستخدمه. انت بالتالي هتلاحظي ان بدا مره في مره هتبدا القشره تختفي بسبب ان هي بتقضي على الزيوت والدهون اللي موجوده في فروه الشعر. بعدين بعد ما نخلص الشامبو بنستخدم البلسم. البلسم فيه يعني كميه مرطبات عاليه جدا، طبعا احنا زي ما قلنا ان هو فيه زبده شيا وزيت الارجان زيت جوز الهند، ده من الحاجات اللي بتساعد الشعر ان هو يبدا يتغذى ويقوي بصيلات الشعر. طبعا ده بعد ما بنخلص الشامبو بنستخدم البلسم. ممكن كمان يعني معانا كمان حمام الكريم. حمام الكريم من الحاجات الكويسه جدا اللي فيها كميه. ترفعيه كده للكاميرا عشان نشوفه. فيها حاجات كلها زيوت مخصصة انها ترطب الشعر وكمان بتخلي الشعر سهل التسريح. يعني انت كمان مناسب لكل جميع الاعمار المجموعة دي. يعني البنوتك بتعاني من الشعر الهايش والناشف، هيبدأ ان هو يساعدك في كده، خلي الشعر ناعم حرير. غير كمان ان خلي المجموعة دي كلها ريحتها حلوة جدا، يعني كمان اكنك حاطة برفان على شعرك. حلو جدا. طبعا احنا ممكن نستخدم، يعني معانا دلوقتي صورة حمام الكريم معانا على الشاشة. طبعا حمام الكريم ده صح، احنا اتفقنا ان احنا هنستخدم ممكن مرة بالشامبو مع البلسم ومرة بالشامبو وحمام الكريم. يعني مثلا انا يعني انا مش بستخدمه دايركت مع الشامبو والبلسم، لا احنا المفروض احنا بنغسل شعرنا على الاقل مرتين في الاسبوع. بنستخدم مره بالشامبو ومره بالشامبو وبلسم مع بعض، ومره تانية شامبو وبلسم وحمام كريم مع بعض. يعني مره بالتناوب علشان تاخدي من كل حاجه كده. وبعدين لما بنخلص غسيل شعرنا طبعا انت بتسيبيه حوالي 3 دقائق على الشعر وبعدين بتغسليه وبتنشفي شعرك كويس جدا جدا، وبعدين يبدا هو بيكون بندي. هتبداي تستخدمي السيروم. طبعا هتستخدمي بدايه الاطراف بعدين الجذور، وتسرحي برده زي ما احنا اتفقنا بمشط خشب من الاطراف لحد الجذور. التسريح طريقه التسريح مهمه جدا طبعا عشان خاطر تساقط الشعر، التساقط، اتجنب ان انا يحصل عندي فراغات في شعري، اتجنب ان انا اهلك فروه الشعر. طيب بتتكلمي ازاي بقى مع الاطفال الصغيرين اللي بيمسكوا بقى وعايزين يمسك بالمشط يسرح جامد؟ طب انت بترشحي الفرشه ولا المشط؟ لا مشط الخشب رقم واحد. بالنسبه للاطفال في فرشه مخصصه للاطفال اللي سهله جدا للتسريح، وكمان بتساعد ان هو ما يبقاش فيه تكسرات في الشعر، يعني تشابك بقى. وكمان المجموعه بتاعتنا بتسهل لك كل ده، يعني مجرد انت ما بتحطيه مثلا طفلتك مسكت المشط وبدات تسرح خلاص مفيش اي صعوبه، ممكن تعتمد على نفسها ان هي تسرح لنفسها كمان. انا بعرفها الاول تسرح ازاي بطريقه صحيحه وسليمه وامنه عشان نتجنب كل ده. المفروض الطفل من سن قد ايه ابدا ان انا اخد بالي ان انا ممكن ادهله سيرم يطري شعره؟ لا يعني ممكن من اول 3 سنين. طب لو في، انا بشوف امهات سنين اقل، يعني انا مثلا عندي اطفالي سن سنتين، بحط لهم حاجه مثلا زيرو فورمالين او زيرو لا ما دام ما فيش فيها اي مواد كيميائيه فطبيعي ان انت سهل ان انت تحط لهم الحاجات دي، ما فيهاش اي ضرر عليها. يعني انا طبعًا ممكن استخدم النهارده المنتج النهارده اللي معاكي استخدمه طبعًا للاطفال بشكل امن جدا امن جدا، ما فيهوش اي مواد كيميائيه على شعره. تمام. يعني هتبقي مطمنه وانت بتحطه له. طيب عايزه اعرف التواصل برضو، احنا عايزين كنترول ينزلنا التواصل مع الشركه، ارقام على الشاشه للتواصل باذن الله مع المنتج اللي حابب يطلب المنتج. وان شاء الله شركه جي ام بروفيشنال بتقدم، قول لنا بقى النهارده ايه العرض اللي الشركه عامله هنا. طبعا هو الشحن مجانا ده رقم واحد، غير ان هي السعر حلو جدا ومميز جدا، يعني صعب ان انت كلها مثلا عامله كام في العرض اللي معاكي؟ هم عاملين عرض دلوقتي 350 جنيه المجموعه دي كلها. غير ان الشحن مجانا وبيوصل بسرعه جدا، يعني مش يعني انا مجرد ما العميل هيطلب المنتج ويتصل يطلب الاوردر بتاعه هيوصل له الشحن على طول وبدون اي مصاريف. دي فتره العرض. دي فتره العرض. العرض معانا اهوت على الهوا دلوقتي، ده المنتجات الخاصه بشركه جي ام بروفيشنال. معانا حمام الكريم، معانا الشامبو، معانا البلسم، معانا السيرم. طيب خليني اسالك بقى، السيرم ده المفروض ادهنه كل قد ايه؟ كل يوم.
كل يوم كل يوم. طريقه البخ او الرش، هل انا مثلا بحط على ايدي وبدعك فروه شعري، ولا بفرق شعري اربعه مثلا وبرش في الفراغات؟ لا هو سهل جدا، ان احنا ممكن بنشيل الغطا كده ونبدا نضغط بيه كده على ايدينا، ونبدا نمسك كده بصوابعنا كده باطراف صوابعنا، ونبدا ان احنا الاطراف الاول وبعدين الجذور بتاعه الشعر، الاطراف الاول وبعدين جذور الشعر، وبعدين ده يعني سواء شعرك ناشف شعرك مبلول بتستخدمه، يعني بيكون مهدي كده حاجه بسيطه. طيب بالنسبه برضو لحمام الكريم، انا استخدمه مره مع الشامبو ومره مع البلسم. لا يعني مره بلسم مع الشامبو ومره بلسم مع حمام الكريم. يعني انا ما بستخدمش الشامبو مع حمام الكريم كتير؟ اي مش شرط، يعني انت وراحتك، يعني انت الحمد لله انت تطلبي بس المجموعه دي مفيش مشكله معاهم السيرم. معاهم السيرم. طيب برضو لو انا كلمتك على حمام الكريم، هل انا المفروض مثلا كل قد ايه اغسل شعري؟ الطريقه اللي انا ما اهلكش شعري او ما اغسلش شعري، لان برضو اكيد بيبقى فيه زيوت طبيعيه في الشعر، المفروض ان انا ما اهلكوش غسيل عشان على حسب نوع فروه الشعر بتاعتك. يعني انت مثلا فروه الشعر بتاعتك دهنيه، فدي الطبيعي ان انت ممكن تغسلها مرتين بس في الاسبوع. في ناس بتحب تغسل شعرها مره واحده بس في الاسبوع، مفيش اقل من كده. بس تمام، يبقى احنا كده النهارده اتكلمنا مع اليوتيوبر اي عامر عن ازاي بدات القناه بتاعتها على اليوتيوب، وبتفيد الناس في مجال الشعر والبشره بتركيبات طبيعيه جدا، واتكلمنا على ازاي ازيل الكلف، وازاي ان انا اقلل او اضيع فراغات الشعر الموجوده عندي، وكمان اتكلمنا معاها عن اكتر المشاكل اللي بتقابل البنات سواء في حبوب الشباب او في البقع الداكنه اللي بتكون في البشره. وكمان اتكلمنا معاكم دلوقتي على منتجات شركه جي ام بروفيشنال اللي بتقدم لنا عرض النهارده، عرض جميل جدا لكل البنات ومتناول للجميع، وكمان الشركه بتقدم العرض بسعر 350 جنيه للمجموعه كلها، وكمان الشحن مجاني داخل العرض. اتمنى ان كل الناس تستفاد من العرض وتستفاد من كلامنا النهارده. وطبعا انا سعيده جدا ان كان معايا اليوتيوبر الجميله ايه عامر اللي فادتني وفادتكم النهارده، وان شاء الله بنوعدكم معانا حلقه كامله معاها، مش هنسيبها، هتقول لنا على اسرار وحاجات كتير جدا جدا هي طبعا عارفاها وخبيره فيها تخص البشره والشعر. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم ونالت اعجابكم. انتظروني الحلقه القادمه. باي باي.